مرحبا. شغل الشغلة اللبنانية كان هاليومين التحذير يلي وجهته وزارة الخارجية السعودية لرعاياها بلبنان والبيانات التحذيرية اللي جيت من بعدها من الكويت، عمان، بحرين وألمانيا. معهم حق اللبنانية ينقذوا، بس لازم يعرفوا انه بالمملكة في دولة بتهتم بمصالح ولادها وبتسهر على سلامتهم وأمنهم وين ما كانوا بالعالم. إذا كان عند المملكة معلومات أمنية خلتها تنشر هالبيان، فلازم يعرفوا اللبنانية أنه مش من عبس طلع هالشي. هونيك في دولة وعنا ما في، ومش بس ما في دولة، المسؤولين عم يتخانقوا على جنس الملاكة ومش عارفين الله وين حطتهم حتى يعرفوا يقوموا بوجباتهم وينتخبوا رئيس. يا ريت وقفت المسألة هون. طلع عنا وزير عضلاته مفتولة والله منعم عليه، وراح ينتقد دولة خليجية شقيقة هي الكويت، وبده يعلمها ويعلم المسؤولين فيها كيف يساعدوا لبنان. مش بس عم يشحد الوزير، بس على ريت المثل شحد ومشارط، وبدل ما يسمع شو قال له وزير الخارجية الكويتي ويسحب بيانه، راح يجرب يفسر ويبرر ويعتذر على طريقته يلي ما بتركب على قوس أزح. وتنرجع على قصة التحذير السعودي، الواضح انه في شيء كبير بده يصير بالمنطقة وبده ينعكس على لبنان، لأن بالتأكيد بغياب الدولة كل ما حبلت برا راح تخلف عنا. بالمشبرح، إذا السعودي خايف على أمن مواطنين وعم يذكرهم أنه بلبنان ما في أمن ولا أمان ولا دورة تقدر تحافظها على وجوده فيه، لازم المسؤولين اللبنانيين يفكروا كيف يقلدوا السعودي ويسهروا على أمن وراحة اللبنانية. بس كنتوا أسمعتوا لو ناديتوا حياً.